السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نشوف ازاي نرسم حاجة اورجانيك من خلال برنامج الريفت. هقول له ان انا دلوقتي عايز ارسم مثلا نيو فاميلي، تمام، وتختار بعد كده الانجليش بحيث ان هو يبقى متريك. ممكن تقول له مثلا عايز اختارها ماس، conceptual mass، ممكن تختار ديت. اوكي، هيفتح فاميلي، ممكن تبدأ ترسم من خلالها الشكل اللي انت عايزه. طيب هاجي اعمل سيلكت على العنصر دوت واقول له كوبي سي سي، وبعد كده هسحبه كده الناحية دي، وبعد كده هقول له انا عايز اشتغل على المستوى دوت، واقول له العنصر دوت كوبي الناحية دي بالشكل دوت، وبرده بالشكل دوت. طيب هقول له انا عايز ارسم هنا، وهبدأ ارسم نقط تساعدني في الشغل بتاعي. مثلا النقطة ديت اهي، خلينا نرسم مثلا نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا. نقدر نوصل بين النقط دي بدون امشي خالص، بس انا هعمل هنا الاين مع النقط ديت. الالاين دوت عشان اضمن ان هما كلهم هيبقوا على نفس الخط ويتحركوا معاه بالشكل دوت. طيب ودول برضو تمام، ودول برضو هربطه معاهم. بالشكل دوت. طيب دلوقتي بقى لو انا قلت له عايز ارسم بقى حاجة توصل بينهم، ممكن مثلا تيجي هنا وتقول له انا عايز ارسم مثلا حاجة توصل بين الخطوط دي. ممكن دول مثلا تبدأ تقول له مثلا عايز احرك دي لفوق شوية، عايز احرك دي مثلا بالشكل دوت. بالشكل اللي انت شايفه. خلينا بقى نرسم مثلا اللاينز تحتي، هربط دي بدي. وبرضو ديت بدي اهو، ونربط برضو ده بده بده اهو بالشكل دوت. وبعد كده هعمل سيلكت للثلاثة دول همت، واقول له اعمل لي كريت فورم. عمل لي كريت فورم بالشكل دوت. اقدر اعمل سيلكت الفورم دوت واقول له ديفايد سيرفيس. اقدر اعمل سيلكت للسيرفيس دوت واختار شكل من الاشكال اللي موجوده هنا، وليكن مثلا شكل اللي زي كده اهوت. طيب ممكن اجي برضو هنا واقول له اعمل لي دايمنشن من هنا لهنا لهنا بالشكل دوت، ومن هنا لهنا لهنا، تمام. ممكن تقول مثلا خليهم ايكوال. لاحظ ان كل الشكل اتظبط على الحاجه اللي احنا عملناها، هقول له ايكوال فكلهم بقوا مظبطين. ممكن تقول له دي اي وتقول له من هنا لهنا ومن هنا لهنا، ودول تديهم بارامتر بحيث تقدر تتحكم فيهم. يعني ممكن تقول له مثلا ده هيبقى الاكس، تمام، اوكي، وده هيبقى الواي، اوكي. دلوقتي بقى لو انا جيت هنا وقلت له الاكس والواي، خلي الاكس دي مثلا 8 وخلي التلاتة دي 0، قلت له اوكي، فانا عملت حاجة شغل براماتيك، وفي نفس الوقت عملت الشغل دوت زي ما انت شايف كده
تقدر تقول اورجانيك، تقدر تختار وتعدل فيه زي ما انت عايز، شغل مش حاجات هفه وكده، وشكل منحنيات، وتقدر تعدل فيه زي ما انت عايز. تمام، دي من ضمن القوه بتاعته، ان انت سهل ان انت تعدل فيه، سهل ان انت تختار نقطه وتعدل فيه. هو اوتوماتيك يعدل الشكل على حسب ما انت هتعدل. طيب عايزين برضو نعمل حاجه اضافيه جواه، اقول له فايل هنعمل فاميلي للاجزاء اللي جوه ديت، بحيث نديها سمك شويه ونتحكم فيها. هقول له نيو فاميلي، واقول له ان انا عايز الفاميلي موديل باترن بيست، واقول له اوكي. هيفتح لي حاجه بالشكل دوت. انت ممكن تختار هنا وتبدا تختار اي شكل من الاشكال اللي موجوده هنا اللي انت حاسس ان هو قريب من اللي انت عايزه. تمام، هي مثلا معموله بالشكل دوت، فتقدر انت تعدل لحد ما توصل للشكل اللي انت عايزه. ممكن تاخد شكل زي دوت تبدا تشتغل عليه بحيث يوصل للي انت عايزه. طيب خلينا نرجع كده، ده كان تنجل فلات، التلات نقط تعمل لهم سيلكت، وقول له ان انا عايز اطلعهم كده كوبي لفوق. هاجي هنا واختار الريفرنس دوت، وبعد كده هقول له اعمل لي ريفرنس من هنا لهنا، ومن هنا للتانية، و بالشكل دوت. دلوقتي هاجي اعمل سيلكت على الشكل اللي فوق وعلى السيلكت دوت، واقول له كرييت فورم، فيطلع الحاجة بالشكل دوت. هقول له حمله في قلب المشروع، هبدأ اعمل سيلكت على دوت، وبعد كده هقول له ان انا عايز فاميلي نمبر 2، فيبدأ يديها الكتلة بتاعتها بالشكل دوت.